تمام. الاحصائيات السلطنه عن الاداره. طبعا انا ما انا اقول يوسف ومتابعين انا ما جهه رسميه، انا مطلع بس يعني ما اعلن عن رسميات يعني اللي اعرفه يعني عالميا على حسب اطلاعي يعني 2020 حوالي 37 مليون و700 الف في العالم، يختلف بين قاره وقاره، قارات العالم يختلف. طبعا في الولايات المتحده الامريكيه الاعداد يعني متزايده كثير. عندنا في السلطنة حن يعني عندنا يعني 2020 تسجلت 147 حالة جديدة من غير اللي قبل يعني من بداية حن أول حالة تسجلت على حسب اطلاعي 1984 من 84 ل 2020 3378 حالة. هل تحس الموضوع يتناقص؟ زين فجاينك فهذه ال 3378 الموجودين طبعا ماتوا منهم حوالي 552، بقوا كم عندك 1826 حالة، 1800 على قيد الحياة يتلقوا علاجهم، 93% اللي ياخذ العلاج، والباقي للأسف الشديد يؤسفني، وهذا رسالة للجميع يعني يؤسفني عشان الوصم والتمييز، وخايف يعرف فلان وبيعرفني فلان وما بروح، والمشكلة ما في ظل بلا علاج، وهذا الفيروس يعني يبتدي ياخذ راحته في جسم الإنسان لسنوات، لأنه ما وجد من يكافحه، ما وجد الأدوية تكافحه، فهو بعد لازال أنا والله باكر بسير ورا باكر بسير، وفي الآخر الفيروس يتسبح. ايوه والفيروس ياخذ راحته يسرح ويمرح في هذا الانسان، لكن اللي اخذ العلاج مثل ما قلت لك في سياق الحديث السابق ان اللي اخذ العلاج عاش سنوات طويله جدا ولا تظهر عليه الاعراض. فهذه الاحصائيات الموجوده، طبعا الاحصائيات هذه قيل انها تضرب في عدد يعني حد قيل انها على حسب تعداد السكان الدول في دولات المتحده الامريكيه، يقول لك اذا كان مثلا عندك مثلا مثال 10,000 ضرب ال 10,000 في 10، لان في ناس احنا هذه ما مكتشفينهم، لان اكتشافات دائما شوف الناس يتفاجئوا مثل مرضى السكر، مرضى السكر يقول لك يعني اكتشافات يوميا. ايوه لان حس بنفسه ما شعر بنفسه. المشكله ما في يوسف، ايش المشكله فيها؟ وهذا رساله، ناس وايدين ما يشعروا بهذا المرض، ما يشعروا ببر، ما يشعروا بهذا المرض اطلاقا الا بعد سنوات مع خلاص ايوه يكتشف نفسه. يعني واحد من الشباب من القصص اللي يعني عايشته من خارج السلطنة يتصل بي هاتفيا يعني عذره في الكلام، ولكن يقول لي كيف أنا صبت؟ قلت والله ما حيد أنا ما معك أقول له. قال لا أنا يقول اللي مختارنها يعني بنت يعني نظيفة ومرتبة ومن الناس الغاليات. قلت لي يا حبيبي فيروس الإيدز ما يعيش مع الغالي ويترك الضعيف. لا تنظر إلى نظرة، لا تنظر إلى هذا الإنسان نظرة إن هذا إنسان مرتب أو إنسان مرتبة وهذا ما تصاب، أو هذا مثلا يعني إنسان ذاك البخور ذاك العطورات وذاك الأشياء، لا إطلاقا. كل إنسان سبحان الله يمارس هذه الأمور لا بد من يوم الأيام سبحان الله يصاب. أنا أقول لك أمانة، طبعا أقول لك يوسف يعني أغلب الشباب اللي هم يعني عندهم أمور شوية في هذه الأمور زعلانين مني. أذكرنا واحد شو وأنا دائما كلامي مفتوح وسامحوني في ذا الكلام، يقول الله أكبر عليك يعني بهذه الكلمة حرمتني من هذه الأمور، كنا نسافر البلد الفلانية وناخذ راحتنا، الآن ما نقدر. كيف ما تقدر؟ أنت إنسان مسلم، أنت إنسان مصلي، أنت إنسان تقرأ القرآن، كيف تقرأ؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. سار المرض هو اللي يخوفه، ما الله سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم، مغرور الله يخاف الله سبحانه وتعالى، هو لا صار العكس. فقلت له زين بعدك برايك انت تتكلم عني، ولما اروح يعني مثلا يعني اروح يعني مناسبات عزيات ولا عزة ياخف علينا ياخف علينا، تراك وايد ضاغط علينا يا اخي. انا ما ضاغط عليكم، انا قاعد انا جالس يعني اوعي، انت انت حر نفسك، انا اقول لك الكره في ملعبك وانت حر، انا ما مسؤول عن اراقبك، لا تقول لي خف علينا ولا اقول لك شيء. اقول لك امانه، البس حزام الامان قبل الساعه 8 صح.